نستمر شوطنا الخامس والعشرون أعلنت انطلاقة خاتمة هذه الأشواط. أعلنت في هذه اللحظات انطلاقة هذه الأسماء في هذه اللحظة. شوط الجعدان المهجنات الأصايل شعارات أبناء القبائل الحاضرة على أرضية هذا الميدان يعتبر من ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. من سيحظى بخاتمة هذه الأشواط من بين هذه الأسماء والشعارات المنطلقة والحاضرة؟ تقدم مع المراكز الأولى، تقدم مع المركز الأول الذيب على المركز الأول محمد بن سليم بن سالم الاعفاري، يتقدم على المركز الاول. المركز الثاني ياتي نجد في ثاني المراكز سالم بن سعيد بن غفان اليابري، يقدم نجد على المركز الثاني والمركز الثالث. مسعف القادم سالم بن علي بن سعيد بن محمد بالاسود القادم على المركز الثالث. المركز الرابع مطيلان مسلم بن سليم بن شويرب العامري القادم، مقدما مطيلان ناخذ المركز الخامس. يتقدم في هذه اللحظات الماهر زايد بن حمد بن علي العويسي قادما مع الماهر وعنيد حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، وكذلك جزيل سالم بن خليفة بن لسيود الدرعي قادما في هذه اللحظات. ناخذ المركز السابع ونتابع نبراس محمد بن سيل بن راشد الحميري قادما مقدما نبراس. ناخذ المركز الثامن عندك يا باللاحج قادما مقدما معزز عمر بن مطر باللاحج الهاجري قادما مع معزز على المركز الثامن. المركز التاسع نتابع القادم والمتسلل منذر حمد بن راشد بن نايع الغفلي قادما في هذه اللحظات. بن نايع مقدما منذر وانطلاقاته وتحدياته. المركز العاشر مسعف سالم بن علي بن سعيد بن محمد بالأسود القادم على المركز العاشر. هكذا هي نتيجتنا. ندان الأول للعشر، المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة، خاتمة هذه الأشواط ما قبل أشواطنا بالفترة المسائية، خاتمة هذه الأشواط. من سيغادر بهذا الشوط؟ أعود إلى الصدارة، نجد اللي غير، نجد على المركز الأول سالم بن سعيد بن غفان اليابري يتقدم على المركز الأول قادما مقدما نجد في صدارة هذه الأسماء. الذيب القادم محمد بن سليم بن سالم العفاري يتقدم في هذه اللحظات، وبن يريو مع عنيد حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري القادم على المركز الثالث والمركز الرابع. وصلوا هالند الشبا مقدمين معزز عمر بن مطر باللاحج الهاجري قادما 2 كيلومتر غادرناهن في هذه اللحظات. ناخذ المركز الخامس منذر حمد بن راشد بن نايع الغفلي قادما بن نايع مقدما منذر وانطلاقاته وتحديات. المركز السادس جزيل لسالم بن خليفة بن لسيود الدرعي القادم على المركز السادس. بن شويرب وصل على المركز السابع يتقدم مع مطيلان مسلم بن سليم بن شويرب العامري قادما مقدما مطيلان على المركز السابع. المركز الثامن يتقدم نبراس لمحمد بن سهيل بن راشد الحميري وشعار زايد بن حمد بن علي العويسي قادما مع الماهر على المركز التاسع. المركز العاشر هذا عباب، اول ندى لعباب في ندانه ثاني عبيد بن سعيد بن
الفنان الكتبي قادما مقدما حباب. هكذا هي النتيجة 1200 ما تبقى عن خط النهاية. بن غفاد بن غفاد على المركز الأول يقدم من أجد، ولكن القادم باللاحج قادم في هذه اللحظات يقدم معزز عمر بن مطر باللاحج الهاجري قادما على المركز الثاني. بن ريو بن ريو على المركز الثالث يقدم عنيد حمد بن سعيد بن غانم. بن ريو المنصوري والعفاري قادم على المركز الرابع. المركز الخامس عندك يا بن يا بن شويرب، وكذلك بن منانة قادم مع حباب. ولكن اعود الى الصدارة، نجد بن غفان نجد بن غفان وباللاحج اللحظات الأخيرة وبن ريو خاتمة هذه الأشواط، خاتمة هذه الأشواط لمن من هذه الشعارات. الناموس يتجول ما بين الفقع ما بين ند الشبه اللحظات الأخيرة. بن ريو وعنيد وباللاحج قادما مقدما انطلاقات معزز، معزز على المركز الثاني. وبن ريو بن ريو وعنيد شوطنا شوطنا الخامس والعشرين خاتمة هذه الأشواط من ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. اللي جاية سن المفاجآت، سن المفاجآت إلى ند الشبه السلام، إلى ند الشبه السلام. معزز على المركز الأول، معزز على الصدارة. بن ريو من الجانب الآخر، عنيد عنيد يعود في اللحظات الأخيرة يخطف هذا الشوط إلى الفقع، إلى الفقع. تهانينا والنابوس لحمد بن سعيد بن غانم. بن ريو المنصوري المركز الثاني، وصل معزز لعمر بن مطر باللاحج الهاجري. المركز الثالث شعار زايد بن حمد العويسي. المركز الرابع شعار رفيد بن محمد بن بيشان العجمي مع حيشان. والمركز الخامس، المركز الخامس مطيلان المسلم بن سليم بن شويرب العامري. هكذا هي النتيجة، خاتمة هذه الأشواط تبتسم إلى أهالي الفقع في اللحظات الأخيرة. خطفوا هذا الشوط من ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين بتوقيت زمني مقدار قطع 5 كيلومترات 7:35 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لحمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري على فوز عنيد بالمركز الأول، معزز على المركز الثاني 7:35 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعمر بن مطر باللاحج الهاجري اللي وصلنا على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث 7:37 8 أجزاء من الثانية اللي وصلنا على المركز الثالث. الماهر لحمد زايد بن حمد بن علي العويسي. تهانينا والناموس للجميع، وإلى ملخص سباقنا لهذا اليوم.